عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم زماتيم وسيم ومن قناة كوكي هاند ميد. قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هنعمل النهاردة فيديو جديد. هعمل لكم النهاردة زي أكلة كده زي تفليتة، أكلة بالعيش مش بالرز. ممكن هتستغربوها وفي ناس هتعرفها. هنعمل عدس بجبة، هنعمله غموس بعيش، هنعمله بدمعة بتومة بكده بطريقة بقى ايه اول مرة تشوفوها. تمام، اول حاجة هجيب العدس بجبة اللي هو الاسمر ده، مش الاصفر، الاسمر اللي بنعمله على الكشري، العدس الكشري. وهجيبه واحط عليه، اغسله كويس واحط عليه مية حوالي ربع ساعة، وبعدين انزل من عليه المية دي واحط مية نظيفة واحطه على النار وهرجع لكم تاني. هو دلوقتي على النار، هسيبه بقى لما يستوي، واول ما يستوي هقول لكم احضر له ايه وايه وايه، هقول لكم المكونات كلها وهبدا ان انا احضره قدامكم. رجعت لكم تاني يا بنات عشان اكمل لكم العدس اللي قلت لكم عليه. العدس اهو استلق خلاص، انا لما اطلعه كده بصوا اهو. طبعا هدوس، لو دوست عليه كده بايديا هلاقي ايه ان هو خلاص استوى وطلع من القشره بتاعته. تمام، ممكن برضو تدوقيه، يعني تستصيغيه كده باسنانك وتشوفي هو ايه، تشوفي هو استوى ولا لسه. ادي العدس عندي، بصلايه مفرومه وحته ثوم مفروم اهم، شايفين طبعا يا بنات المقادير اهو قدامكم. صلصه اللي هي الطماطم اللي انا بعملها، قلنا بنسلق الطماطم وبعدين بعد ما بتستلق كويس قوي 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 بميه ونقطه ملح بجيبها اقشرها وبعدين اضربها في الكبه او في المولتة او في الخلاط زي ما انت عاوزه. المفروض ان انا احط شعريه بس انا ما عنديش شعريه، فجبت مكرونه سباكيتي وقطعتها صغير او كسرتها صغير، وهبدا اعمل الخلطه بتاعتي. تابعوني. جبت مقليه اهي يا بنات سخنتها، طلعت الهبو بتاعها، يعني انا كده ممكن احط خلاص المادة الدهنية. انا هحط نقطة زيت او حبة زيت كده حلوين، يعني مش نقطة نقطة يعني. وهحط معاه نص معلقة سمنة. تمام، اهو زي ما انتوا شايفين. وبعدين هنزل بالبصل، معاه الثوم، ومعاه الشعرية أو المكرونة اللي موجودة عندك. هنلاقي إن الثوم بدأ يفك، الشعرية لونها هيغير، هتصطدم زي ما أنا بقل كده البصل. يبقى أنا كده قليت البصل مع الثوم مع الشعرية أهو لغاية ما لونهم يغير ويبقى اصفر ذهبي، واول ما يبقى لونهم اصفر ذهبي هنحط عليهم على طول الصوص بتاع الطماطم. لو ما عندكيش طماطم انت عاملاها ممكن تعملي تحطي معلقة صلصة كبيرة. الطماطم دي عشان مثلا لو البنات المبتدئات اللي انا بشتغل معاهم عايزين يعرفوا مثلا، تقولي لي قد ايه طماطم. الطماطم يا حبايبي اربع طماطميات، يعني طماطميه حلوه كده، مش كبيره قوي مش صغيره قوي. لو الطماطم كبيره جدا حطي ثلاث طماطميات، لو الطماطم صغيره قوي حطي خمسه سته، يعني تبقى برضو اتعلمي ان كده ايدك هي الميزان. طبعا انا لازم اقلب كده على طول لان في ثوم وفي مكرونه او في شعريه، فدول بيتلهفوا بسرعه، بيتلهفوا يعني لونهم يعني بتاخد لون في ثواني، وانا مش عاوزاها تغمق علشان ما تمررش، هتديكي مراره انت في غنى عنها، يعني انت مش عاوزه اي مراره في الطعم. تمام، هي خلاص بدات تاخد اللون الذهبي اهي، خلاص خلاص اهي. اهي يا بنات خلاص هبدا انزل عليها بالطماطم. تمام، بصوا يا بنات هي كده خلاص هحط لها الطماطم. نجيب الزناك كده عشان كله ينزل في الطماطم، مفيش حاجة تتحروق. خلاص كده ثانية واحدة هحط عليها
الملح، هحط عليها الملح اهي، معلقه كبيره ملح حلوه يعني، المعلقه دي مش كبيره قوي يعني. واحط معاها الفلفل، وبعدين هي مش هتحتاج تتسبك لان هي اصلا الطماطم اللي انا عاملاها اصلا كانت مسلوقه، فتعتبر زي صلصه، ما هيش محتاجه ان هي تتسبك. مش ضربها بميه مثلا، انا ضربها على الناشف تمام، حتى اشوف التخينه بتاعتها يعني تخينه، مش صيحه يعني او سائله قوي. هحط الصوص ده على العدس وهرجع لكم تاني. حطيت الدمعه على العدس وهسيبه بقى يغلي ويشارب بقى كويس كده، ولما يخلص هرجع لكم تاني. ده بنات العدس بعد ما اتعمل، والله جميل جدا، ولو جربتوه ودقتوه هيعجبكم قوي. عملت جنبه برنجان مخلل، وعملت جنبه بطاطس محمره، اكله اقتصاديه جدا مش هتكلفك اي حاجه، ده ربع عدس، اقل من ربع كمان. البرنجان رخيص مش غالي، البطاطس برضو مش غاليه. يوم وهيعدي امشي حياتك كده حبه كده وحبه كده، الاكلات كلها جميله وكلها نعم من عند ربنا. ودبري ووفري في بيتك اليوم اللي بتاكلي فيه لقمه غاليه قوي 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 وانت مش سعيده، مش هتحسي بجمالها، بالعكس اللقمه البسيطه هي اللي هتحسي بجمالها لو انت عايشه سعيده. ربنا يا رب يسعدكم كلكم يا بنات، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك ليه، اعملوا سبسكرايب للقناه، فعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.